قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. كلام الله هنا التوراة كانوا يسمعونها ويحرفونها. قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وما صورة هذا التحريف الذي صدر من هؤلاء اليهود؟ من صور هذا التحريف أنهم كانوا يكتبون كلاما بأيديهم ما كان الكلام الذي في التوراة ويقولون هذا من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم، فكانوا كتبوها وأوهموا الناس أنها من عند الله وهزوا رؤوسهم بترتيلها كأنها توراة منزلة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولا أخفى عليكم أنهم كانوا قد أخفوا آية الرجم وبدلوها بالتحميم، رجم الزانيين بدلوها بالتحميم وقالوا: يركب الرجل والمرأة ظهرا لظهر على حمار ويطلى الوجه بالسواد وجهه ووجهها ويطاف بهما في المدينة، هذا بدلا من الرجم. إلى أن بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أمرهم. ومن العلماء من قال أيضا إن من التحريف الإخفاء، يعني إذا أنت أسقطت آية من وسط آيات ممكن المعنى يختل. قال تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فهذه بعض صور التحريف التي صدرت، إما أن يبقوا الكلمة ولكن يلبسونها معنى آخر غير معناها، كالذي يصدر من الشيعة في هذا الزمان، الشيعة الضلال تصدر منهم في هذا الصدد غرائب غرائب. الكلمة يتركونها كما هي ولكن يلبسونها معنى غريبا، فيقولون مثلا: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قل البحران علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حسن وحسين. وكذلك يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقل التأويل عندهم يقتضي أن البقرة هي عائشة. وكذلك يقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، يقولون وجعلنا لهم لسان صدق عليا هو علي بن أبي طالب. وهذا من السخافات التي لا يقبلها عاقل فضلا عن مسلم يعرف ربه. فهذه بعض صور إبقاء الكلمة لكن يلبسوها معنى غير معناها الذي وضعت لهم.